أفضل محفز طبيعي للتزاوج لجميع أنواع الطيور يقدم للذكر والأنثى، ويزيد في نسبة تخصيب البيض، وله نتائج ممتازة في مرحلة التزاوج. اخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة الطيور. بما أن موعد أو موسم التزاوج بالنسبة لكثير من الطيور اقترب، خاصة طيور الحب، في شير كوكتيل بيجي الشهر القادم تقريبا أو في منتصف هذا الشهر، هناك من يبدأ التزاوج والكثير من يريد محفز للتزاوج. فهذه فترة الراحة، بعدها نقوم بتحفيز الطيور وتجهيزها للتزاوج. فجبت لكم هذا المحفز الطبيعي غير مكلف ويعني غير غالي الثمن، وهو مفيد للطيور. هذا المحفز هو الخروب. راح نبدأ بطريقة التقديم. يوجد طريقتين لتقديم الخروب للطيور. هذا المحفز يحفز الذكر والأنثى على التزاوج ويزيد في نسبة تخصيب البيض، يعني إذا قدمته لطيورك راح تنتهي عندك مشكلة البيض الغير المخصب، راح يصبح الذكر يلقح الأنثى ويلقح كل البيض. نبدأ بالطريقة الأولى. كما تلاحظوا نشتري خروب يباع عند العطار، تشتري كمية وتقوم بغسلها جيدا. بعد ذلك بعدما تجف بهذه الطريقة كما تلاحظ معايا في الفيديو، تقوم بنزع البذور، لأن البذور تعتبر ضارة للطائر. تقوم بنزع البذور يصبح بهذا الشكل. بعد ذلك سنقوم بغليه في الماء. هذه الطريقة الأولى، ورح أعطيك أيضا الطريقة الثانية للتقديم. فمثلا في نصف لتر من الماء كما راح نوضع في الفيديو، وضعت حوالي 3 حبات من الخروب. انت حسب عدد الطيور التي عندك تحضر الكمية. إذا كانت عندك طيور كثيرة، في لتر تستعمل حوالي 5 حبات من الخروب في لتر من الماء. سنقوم بغلي الماء لمدة 5 إلى 10 دقائق. بعدما يغلي الماء يصبح بهذا الشكل، تقريبا لونه أصفر. نقوم بتصفية الماء ونتركه يبرد. بعد ذلك نقوم بملء هذا المحلول في مشربية الطيور التي نجهزها للتزاوج. وأيضا تستطيع تقدمه للطيور التي لا تجهزها للتزاوج، يعني أي طائر تربيه فهو مفيد. سنترك هذا المحلول للطائر لمدة 24 ساعة، بعد ذلك نرميه. نقدمه له مرتين في الأسبوع لتجهيز الطائر للتزاوج. الطريقة الثانية، ما راح نستعمله الماء، راح نقوم بطحن خروب الذي نزعنا له البذور، وراح يصبح على شكل بودرة وراح يقدم مباشرة للطائر ليأكله. نقوم بطحنه جيدا حتى يصبح على شكل بودرة. ها هو الشكل الذي يصبح عليه. هنا راح نقدموه إما مع البيض المسلوق، أو راح نقدموه لوحده في معلف، أو نقوم بخلطه مع الباتي. الناس اللي تقدم الباتي للطيور تقوم بخلطه مع الباتي، أو أي خلطة تقدمها للطائر راح تقوم بخلطها معه، أو تقدمه في معلف الطائر كما ستلاحظون معي هنا في الفيديو. أنا نقدمه مباشرة في معلف الطائر. إما هذا ذكر الكناري راح نجهزوه للتزاوج. كما تلاحظوا توضعه فوق البذور بشكل عادي وراح يكمله، يعني الطائر يحبه ويفضله. تقدمه له أيضا مرتين في الأسبوع في مرحلة تجهيز الطائر للتزاوج، يقدم لكل الطيور تقريبا. إذن الخروب يعتبر أفضل محفز طبيعي للتزاوج لجميع أنواع الطيور، يقدم للذكر والأنثى ويزيد في نسبة تخصيب البيض، وله نتائج ممتازة في مرحلة التزاوج. قدمه لجميع الطيور كما أنا نقدمه للكالوبسيت، للكوكتيل، للباجي، حسون،
كناري، زيبرا، أي طائر تربيه، وراح تلاحظ النتائج. لأن الخروب يحتوي على فيتامين أ، وفيتامين أ هو المصدر الأساسي أو العنصر الأساسي لتجهيز الطائر. وكما نعرف فيرتيفيت الذي يجهز طيور المصنع غالي الثمن، يصنع من الخروب، يعني المادة الأولية التي يصنع منها الفيرتيفيت هي الخروب. إذا أنت بالخروب راح تقتصد وراح تقدم لطيورك محفز طبيعي للتزاوج.